طيب احنا معانا تقرير مع جماهير الكرة المصرية بنقول لهم انتوا فاكرين الكابتن مختار مختار؟ هنسمع منهم ويرجع ما شاء تاني الله. مختار مختار بيفوتها لنفسه بيمشي لمصطفى عبد المختار مختار ونص الجول. من الجيل بتاعنا وراجل كان محترم جدا اللي اتذكره ان هو خرج كان عنده رباط وبعديها من الملاعب خرج واتذكر ان هو كان وينج شمال وكان في جيل مصطفى عبده وبيبو والجماعه الحلوين اللي احنا استمتعنا بيهم. مدير فني رائع يعني ما يعني انا مهما قلت مش هوفي حقه. اخلاق ما لهاش حدود وانا برتاح له حتى لو غلب النادي الاهلي بالفريق ببقى مش متضايق قوي لان بسعيد لان واحد من ابناء النادي الاهلي بيلعب على ايه يعني كحرفيا مش بجامل مثلا الاهلي ولا كان لعيب طبعا ممتاز وكان بيلعب هاف ليفت بيكمل وينج ليفت وبعدين احنا خدناه من اسكو كان هو في فرقه فيها حمد نوح وابو رحاب كان فرقه كويسه قوي وكان وبرضه ظهر في منتخب مدارس عالي قوي فبعدين جه النادي الاهلي وعمل تاريخ يعني كان لعيب جامد يعني راجل فاهم وراجل عنده خبره ويقدر يدي وادينا شفناه كل الفرق اللي هو ماسكها الراجل قدر يعمل منهم حاجه يعني. هو كابتن مختار مختار انسان بمعنى الكلمه طب ايام حتى ما كان بيدرب الاهلي كان برضه انسان كويس ولحد دلوقتي بيشكر في الاهلي يعني زي التانيين المدربين التانيين بيقعدوا يشتموا ويعملوا ويقول لك الاهلي ومش الاهلي لا هو ماشي انسان منتظم ومنضبط في كل حاجه مختار بيفوتها لنفسه بيمشي لمصطفى عبد المختار مختار